نسوى كافيه موقع الكتروني لبناني بيهتم بشؤون المرأة اللبنانية وبتتصدر صفحاته عبارة كوني جميلة ومثقفة. بتنوع أقسام هالموقع بين الثقافة الاجتماعي والفن مع التركيز على المرأة بجميع المجالات. تفاصيل أكثر عن هالويب سايت مع علي عطوي. نسوة كافيه للنسوين؟ للمرأة وللرجل. كيف يعني؟ يعني في اشياء بتهم المرأة بالموقع وفي اشياء بتهم الرجل كمان. شو اللي بهم الرجل؟ يعرف قصص عن المرأة؟ ولا في قصص بس بتهم الرجل ما خاصة بالمرأة؟ في قصص بتهم الرجل والمرأة. طيب وليه لك يعني اسمه نسوة كافيه ما اسمه كابل كافيه او نسوى كافيه؟ حبينا يكون موقع اسم الموقع هيك شوي بشد العالم بشد ومثير للجدل. ليش الرجال ما بيسرسروا يعني؟ الرجال بيسرسروا ونسوى عندهم نساء فعلا اكيد. نسوى كافيه يعني اسم بيدعو للتساؤل ونحن بنحب نسرسر بس سرسره مفيده. كيف مفيده؟ انتم بتحاموا على المرأة؟ اكيد دفاعا عن المرأة اللبنانية بالتحديد يعني خصوصا دفاعا. خبرنا كيف بتدافع عن المرأة اللبنانية؟ يعني انطلاقا من لوجو الويب سايت كوني جميلة ومثقفة يعني إلى دور بالمجتمع. نحن اليوم عم نلاحظ انه في غياب للمرأة اللبنانية تام عن الشأن العام، عن الحياة السياسية، عن مجمل الشؤون الحياة والمجتمع. نحن عم نحفز المرأة اللبنانية لتكون هي لتاخذ المبادرة ولتكون بالصدارة. ليش هي المقصرة؟ إذا ما في نسوان كفاية، نساء كفاية بالدولة بال إذا بدك بالشأن العام وبالسياسة، هو مش يعني انه هي مقصره وبدها انه واحد يحمسها تتاخذ هذا الدور. هي مقصره مش غلط حسب وش مقصره. انه اكيد انه هي مقصره، طبعا هي مقصره، بس كمان بالمقابل الاعلام اللبناني هو مقصر. ونحن دائما بننتقد وسائل الاعلام انه للاسف اليوم صوره المراه اللبنانيه بوسائل الاعلام هي يا اما صوره المراه المثيره والجميلة فقط، يا أما صورة المرأة الضحية اللي عم نشوف يوميا بشكل يومي العنف. بتقول أنه أنتو مهمتكم هو تحريض المرأة، تحريض المرأة على لعب دور أكبر بالحياة بمجمل شؤون الحياة، لسيما أنه نحن عم نشوف يعني نسوى كافيه عم يرصد النساء وتقدم النساء ونجاح المرأة اللبنانية تحديدا بمختلف المجالات. مين بيهتم بهذا الويب سايت عليه؟ فريق عمل مكون من 4 أشخاص. مين هن هالأربع أشخاص؟ رجال ولا نساء؟ أنا على رأسهم. وفي ليش أخذ هيدي يعني برافو بدي لك مرة على رأسهم، بس ليش أخذها على عاتقك؟ إنه أنا اليوم بدي أحرر المرأة اللبنانية بدي أرجع لها حقوقها. هل هالشيء ناتج عن باد إكسبيرينس صارت معك؟ لا أبدا، بس هو ناتج عن خبرة بمجال الصحافة. أنا صحافي، نعم، بشتغل بالصحافة، ويعني شفت أنه في تقصير يعني بشؤون المرأة اللبنانية. سوري، ليه مش امرأة محلك هي بتدير الموضوع؟ إذا هالقد في تقصير يعني ليه ما تركت مجال لامرأة تدير هو الصحافي بيشتغل بهالدم؟ أنا صحافي وفي في مجموعة من الصحافي. يعني إذا أنت عم بتركز على دور مرأة أكيد. ليه ما أعطيتها دور فعال بالويب سايت؟ لا أكيد في عنا مديرة التحرير التنفيذية هي اللي عم تتولى هذا الشيء. بس أوكي. أنا بقصد أنه السؤال هو ليه أنا على رأس هذا الشيء؟ على رأس هذا الشيء لأنه أنت أنا أسست. علي، شو البنفت تبع هذا الويب سايت؟ لوين حابب توصل؟ يعني شو الرسالة اللي حابب توصلها؟ حابب وصل رسالة أنه المرأة اللبنانية فعالة والمرأة اللبنانية متميزة، والمرأة اللبنانية مش بس مثل ما بقولوا شكل، لا، شكل
ومضمون ومضمون بس اكيد. عم نشوف شوي تغير بالمجتمع يعني اليوم مثلا بالامن العام بتفوت على مثلا بدك تضرب له سلام كنت تضرب له صرت تضرب له تضرب له في صار عنصر نسائي بال يعني وين ما كان عم شوف نحن على بلاتو كنا قبل ست رجال بس علي بس انا كثير انزعجت انه المراه المثيره بالنسبه لك ما لازم تدافع عنها. ليه اذا المراه حلوه واتراكتيف وسكسي يعني هي يعني لا ما ضروري يعني هي ما إلها كيان كمان بالمجتمع لازم كلهم يكونوا مثقفات وبيفهموا. يعني مثلا رح اقول لك لارا كي قالت على انه هي تعرضت لعمليه تحرش انتم ابدا ما وقفتوا حدا بالعكس وقفتوا ضدها. ليه عيب المراه تكون مثيره؟ ابدا. اول شيء بالنسبه لسؤالك نحن ندعو المراه لان تكون جميله ولان تتميز بجمالها طبعا من خلال المواد الاعلاميه اللي عم ننشرها بس بالتاكيد ما تكون فارغه. هيدا شيء طبيعي انطلاعا من اللوجو اللي يكون جميل. ايه بس لارا تعرضت يعني ما بحق لك تدافع عنها لانها فاضيه برايك لانها ما هي انسان هي عندها جسد يعني ليه ما اخذت بموضوع لارا كي صار في لغط من قبل الاعلاميين وعلى راسهم جريده الاخبار اللي نشرت شيء نحن ما كان قصدنا انه ما نوقف جنب لارا كي. بالعكس نحن وقفنا جنب لارا كي جنب اي امرأة تتعرض لهيدا النوع من الاضطهاد الذكوري إذا بدك. ولكن نحن سألنا تساؤل فقط، هل يحق للجمهور أو هل يتعاطف الجمهور مع ليش يعني تكون معطرة وهيك تيتعاطف مع الجمهور؟ لا أبدا أبدا لا لا أبدا أبدا ما كان في كيات بتاخذوهم كيات ما بتاخذوهم لا إنه ليش بتكون معطرة وتصير الشفقة ساعتها من دافع عنها بنقول إنه إيه حرام تم اغتصاب بينما حلوة وسكسي تستاهل لا يمكن أخذوا إنه بركي جيبت الدمعة كرمة فبالتالي هيدا تستاهل لأنها حلوة يعني تستاهل الاغتصاب والتحرش ما أخذنا هذا الاتجاه. مش عم دافع عن الشيء اللي انكتب بس عم وضح وطبعا نحن من خلال عملنا بنسوة كفة بعتقد انه موضوع التحرش هو موضوع يعني فعل يعني مدان ايا تكن المرأة وشو ما كانت لابسة حتى لو كانت عارية. فعلا وابتدى التوضيح من الاخر ياسر رامي. من الاخر انا مع المرأة ومعك اذا عم تدافع عن المرأة. ندى كوسا انا شايفة انه لازم نحن نقول انه المرأة هي عم تدافع عن الرجال بهالمجتمع سوري انا مش معها. راشد بيك انا سوري كمان ما حبيت لا الاسم ولا حبيت المواضيع. هلا حبيت شغلي كثير اللاي اوت تبع الويب سايت واضح جدا وبتفوت من محل لمحل بس الكونتينيو ما كثير شدني لك للصراحه بعطيك تامز داون. زينة. انا لفتوا لي نظري بس ما دفعتوا عن لارا كي وانا بعتبر لازم هيدي التحرش الجنسي تكون قضيتكم. لا ما بقدر خبرك قد ايه بامكنه العمل المراه عم تتعرض بلبنان لتحرش جنسي ما بتسترجي تحكي تما تفقد عملها او يعني هيدا لازم يكون لوائكم مش انه تميزوا. شاش حرب هذا بيصير بكل البلاد يعني التحرش الجنسي بيصير بكل البلاد ومش هن لوحدهم مجبورين يحملوا لواءه لانه مثل ما شفت ايه بعرف لواءه بلبنان حتى لانه مثل ما عم شفت المضمون في اوقات اشياء مضبوطه واشياء لا بتاخذ كثير وقت تدافع عن هيك قضيه وكثره الدفاع عن الفيمينيزم عم يلعب دور معاكس ضد الفيمينيزم. بقول لك عادي انت مع ويب سايت يحمي عنك ولا انت بتحمي عنك؟ لا انا بقدر احصل حقوقي اللي بيطلع فيك رجال اخت الرجال بعمل وبسوي في رجال معي هون في كلهم علي عطوي. شكرا كثير للمبادره اللي بتقوم فيها على امل كل النساء اللي فعلا بحاجه لصوت او لبلاتفورم تحكي عنهم او تعبر شوي اكثر عن مشاكلهم تكونوا انتم هيدي البلاتفورم اللي موجوده بخدمتهم. انا بهمني اوضح شيء بموضوع لارا كي منه موضوع شخصي موضوع نحن نطرح سؤال فقط بس يعني سؤال الراي العام بيسالوا فقط منه موضوع تمييز بس نحن شيء نغير نظره الراي العام بس بدنا نمشي. لا انا باكد لك منه موضوع تمييز. نحن مندافع عن المراه مهما يكون شكلها او دينها او عرقها او اي شيء. نحن بعتقد انه الموقع الالكتروني الاول بلبنان اللي بيعنى بشؤون المراه اللبنانيه صح وبيسلط الضوء على انجازات المراه اللبنانيه. هذا كل الهم بالتحديد نسلط الضوء على المراه اللبنانيه لانه المراه اللبنانيه متميزه وناجحه
ولكن بس على وسائل الإعلام أنه تعطيها المنبر وتعطيها تعطيها الدفع المناسب لأنه هي تستحق. وأكيد العتب هو على قد المحبة مثل ما كانت عم تقول زينة. علي عطوي شكرا كثير لوجودك معنا ليلى. بريك أخير بحلقتنا ما تروح على محل، خليكم تتواصلوا معنا على فيسبوك تويتر وإنستغرام. بريك أخير ونرجع.